بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة اون تايم سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحياتي محمد عفيفي، واحدة من اللقاءات القوية. المارد الأحمر النهاردة بيواصل المشوار من أجل تحقيق اللقب رقم 44 في بطولة الدوري، في مواجهة رد الاعتبار أمام البنك الأهلي الفريق المكافح. أدي طائم التحكيم قدامنا كابتن أمين عمر والمساعدين، على الجانب الآخر المدير الفني الكفء الكابتن طارق مصطفى بيحاول النهاردة بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز أن يحقق نتيجة وعرض طيب أمام النادي الأهلي يثبت فيه جدارة البقاء بين الكبار في دوري نايل. كل الأمنيات الطيبة بعرض عالي فنيا، 90 دقيقة تكون كرة جميلة من اتنين مدربين برا. كولر اللي قدامنا اللي بدأ بتشكيلته، محمد الشناوي في المرمى وقدامه أربعة، كريم فؤاد ورامي ربيعة ياسر إبراهيم محمد هاني، اتنين ارتكاز أكرم توفيق ومروان عطية، معاهم ثلاثة في مناطق صناعة الهجمات حسين الشحات وإمام عاشور ورضا سليم والهداف الكبير وسام أبو علي. الناحية الثانية الكابتن طارق مصطفى اللي ظهرت تشكيلته على الشاشة قدامنا، أحمد صبحي في المرمى بيلعب النهاردة بطريقة 3-4-2-1، ثلاثة في عمق الدفاع سعيد صنبوري ومحمد عبد الغني عاصم صلاح، على الجنب اليمين هيبقى محمد بسيوني والجنب الشمال اسحاق يعقوب، من وسط الملعب معاهم احمد النادري وسيرجي اكا، وثلاثه في المناطق الهجوميه محمد هلال واحمد مدبولي وياو النور المهاجم الكاميروني وهداف الفريق ب 11 هدف الموسم الحالي، سجل منهم ثلاثه بقميص النادي الاسماعيلي وثمانيه بفانيله البنك الاهلي. النهارده مباراه قويه، بقول لحضراتكم لقاء الدور الاول كان فوز 4-3 لأبناء البنك الأهلي على النادي الأهلي، ودي الهزيمة الثانية للأهلوية، هزيمتين فقط لغير. عشان كده قلت في المقدمة النهاردة هو لقاء رد الاعتبار لكولر ولعبته. هنشوف الناحية الثانية مجموعة اللعيبة والسكواد الجيد جدا مع طارق مصطفى، لعيبة عندها خبرات كبيرة. خلينا بقى ندخل في اللقاء ونسيب المقدمة الرقمية والفنية. ادي اول لمسة من سعيد صنبوري اللاعب البوركيني اللي هيشتغل النهاردة في وسط الاثنين محمد عبد الغني وعاصم صلاح، فاول وسام ابو علي مع الشحات اللي هيسيبهم ويفك شويه وكريم فؤاد، الاثنين اللي فضلوا قدام الكوره. وادي محمد عبد الغني اللي كان قدامنا على الكادر وحاطط اربع لعيبه، احمد صبحي حارس المرمى قدام الفاول، مكان قريب تتسدد مره واحده. سام ابو علي سجل من نفس المسافه تقريبا في لقاء سيراميكا الاخير. ادي وسام تسديده، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وسام ابو علي الرايق الرايق مش ممكن، لسه بقول سدد زي دي وسجل في سيراميكا، الراجل على طول سهله معاه وبيسجل الهدف رقم 15 عشان يتربع تماما على راس قائمه الهدافين للدوري المصري. فاول قلت من مكان حلم، تتغير النتيجه بالكره الثابته بعد اقل من 9 دقائق من بدايه اللقاء، وهدف للنادي الاهلي عن طريق الهداف. خلاص الراجل ده بقى هو تريد مارك والعلامه المسجله للاهلاويه، الرايق الرايق وسام ابو علي. اتقل تاخد حاجه نظيفه، الاهلي تايل لغايه ما جاب فرود، تتمنى الجماهير ويتمنى اي مدير فني. بص الراجل حاططها ازاي، هيسال عنها برضو الحائط البشري. الكوره لفت اهي، فتحوا كده واحمد صبحي اللي كان موقف اربعه، في اعتقادي كانت عايزه واحد كمان ولكن الحيطه فكت، الراجل بقت صعبه عليه ان هو يجي كل المسافه دي من الزاويه الثانيه. ضربه ركنيه، الشحات وجنبه رضا سليم، 2-4-5 بالقميص الاحمر جوه ال 18 وسبع مدافعين، ياسر ابراهيم ردها خطيره، انما وسام ابو علي بجوار الايه. خلاص اي كوره لوسام ابو علي جوه ال 18 قلنا بتخض المدافعين واللعيبه اللي قدامه والاجهزه الفنيه، ولعيب يحسسك ان الكره سهله. كل الاجوان اللي جابها وسام علي سواء برجليه سواء بدماغه سواء ضربات جزاء، الراجل اشتغل بكل التكوين بتاعه. رامي ربيعه من الخط الدفاعي، طويله اماميه يلغي بيها مراحل التحضير عند امام حلوه، امام على شماله انما التسديده بعيده، خد قرار بالتسديد زاويه يعني متطرفه شويه من امام عاشور. خمس اسماء في منطقه وسط الملعب والمنطقه الهجوميه. هنشوف الشوط الثاني هل هيغير. ياو النور تسديده، فين دي يا وبقى ده اسمه كلام، تسديده بعيده قوي حتى هو مش راضي عنها. وسام ابو علي من لمسه وسام يحطها لمروان عطيه عند رضا سليم، انما خلاص فقدوا فرصه الهجمه المرتده السريعه، ورجع لعيبه
البنك على وسط ملعبهم قفلوا تماما، انما بخبره كده محمد هاني هيجمد الكوره مع ياسر ابراهيم وربيعه لغايه ما يستهلكوا الثواني اللي فاضله. وفعلا معاه صفاره الدولي امين عمر، تقدم للنادي الاهلي بهدف وحيد عن طريق وسام ابو علي في الدقيقه الثامنه. استراحه نرجع فيها الاحداث الشوط الثاني. ارك تحياتي محمد عفيفي، نتمنى الشوط الثاني يكون افضل على مستوى اللعب والكوره الهجوميه، سواء من النادي الاهلي اللي متقدم بجون وعايز يغطي النتيجه، الناحيه الثانيه المدير الفني الكوف كابتن طارق مصطفى اللي قلت تولى المهمه بعد 5 اسابيع من انطلاق المسابقه، كانوا خسروا 5 مباريات في بدايه الدوري، خلاص سيب الارقام والحكايات. مع تمريره رامي ربيعه بدانا احداث الشوط الثاني، طويله اماميه على شمالنا هوة البنك بالقميص الابيض عند اسحاق يعقوبو، يلمسها عاصم صلاح، ترجع تاني من احمد النادري الى سعيد صنبوري، طويله اماميه المدبولي في اتجاه ياو النور، 2-4 الموقف الهجومي، وسام لامام عاشور، امام استلم امام وحط الكره على الارض كويسه لحسين، الناحيه الثانيه فاضيه يلعبها عند مروان، الاستلام كان يفرق، مروان خطيره مش ممكن، خطيره من مروان عطيه، انما يشيلها اكرم توفيق، عمل جماعي هجومي، اتعمل 10-10 ثلاثي اضواء ال 18 في اللعبه اللي فاتت، حسين الشحات وامام عاشور لغايه ما وصلوا لمروان عطيه وطلب منه الكره واداها له اكرم توفيق، يغير الكره بمعلمه هناك عند رضا سليم، استلام حلو من رضا، يا ولد يا رضا، حته كده بتاعت الكره الشراب والدورات الرمضانيه، لو اتعادت حسين تسديده تعمل بند، انما يطلعها كده احمد صبحي، الكره مش جامده انما البند اللي عملته خض صبحي وتطلع الى ضربه ركنيه، ضربه حره كالعاده، اسحاق يعقوب ومحمد هلال الاثنين اللي بيقفوا على الفاولات، المره دي مش موجود عاصم صلاح، ضربة حرة من مكان قريب قوي، محمد هلال جامدة يا ولد، جامدة، انما يحط ايده الشناوي يا ولد يا لعيب، حلوة من هلال وحلوة من الشناوي. الشناوي يلعب لقدام، خرج رامي ربيعة، لعب الكورة خطيرة مش ممكن، أول لمسة كانت هتبقى أسرع، أول لمسة دي يا عمر، يا كمال عمر كمال بيجي من بره، الراجل زي لقاء سيراميكا، نزل يمكن في الدقيقة كام؟ الدقيقة 90 وسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع عمر كمال، الفكره حلوه كان هيحطها في البعيده، انما لمست وسام ابو علي، الراجل طلع ايه؟ طلع للدور الثالث، لمسها له بدماغه، وعمر كمال حب يحطها في البعيده في هجمه عنيفه وشرسه للنادي الاهلي على مرمى احمد صبحي. ضربه حره هيلعب ياسر ابراهيم، ياسر خرج بره المنطقه وسام يريحها، حلو قوي لعمر كمال، يسحب عمر ويدخل ويلعب عرضية حلوة، يا ولد يا لعيب، مش ممكن اللي فاتت، خطيرة عرضية خلصانة، إنما رضا سليم مش عايزة جنب دماغه بالشكل ده، عايزة بس يا دوبك يريح عليها، هجمة للنادي الأهلي وهدف محقق، هدف محقق بعرضية عمر كمال اللي عمل نشاط مفيش شك في الجبهة الشمال. ياو النور لاعب نادي الإسماعيلي لغاية شهر يناير، واحد الاوراق الرابحه لطارق مصطفى بعد قدومه في الانتقالات الشتويه، لعب الكره في منتهى الخطوره، جول للبنك الاهلي، كريم بامبو بالتخصص، قلت لحضراتكم البنك الاهلي عنده قدرات هجوميه ويقدر كريم بامبو ان هو يعدل النتيجه مع الدقيقه 92، والراجل قال لك انا ما بحتفلش لاعب النادي الاهلي السابق، انما العرضيه وخطا في الرقابه محمد هاني والمدافعين، انما محمد هلال عمل له عرضيه في منتهى الجمال، ادي عرضيه محمد هلال وتحرك روعه من كريم بامبو عشان يحط هدف التعديل، ادي اللعبه وادي كريم بامبو وما يقدرش الشناوي يعمل لها اي حاجه، 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، يسجل كريم بامبو هدف التعديل مع الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. 72 نقطة للأهلوية قبل لقاء اليوم. والدقايق والثواني الأخيرة اللي هيضيفها أمين عمر. آدي إمام يلعب لوسام أبو علي. وسام طلع تاني الدفاع بره الملعب إلى رمي التماس. ومعاه صفارة نهاية المباراة
فوز غالي للأهلي أمام فريق مكافح وفريق عنيد، فريق البنك الأهلي، وسام أبو علي صاحب هدف المباراة الوحيد. الأهلي يوصل لخمسة وسبعين نقطة ويتبقى أربع نقاط على التتويج بدرع الدوري رقم 44. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، وهارد لك لنادي البنك الأهلي ومحبيه، عشاء ومتابعي شاشة أون تايم سبورت في كل مكان. سعدت بكم مع أحداث لقاء اليوم، تحياتي محمد عفيفي، ولكن يبقى الاستوديو التحليلي مع الزميل الإعلامي أحمد خيري ونجوم التحليل الكبار كابتن أحمد حسن، كابتن محمد فضل. إلى اللقاء.